لتحليل ونقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري أديب العلاوي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. ما أهمية المنطقة المستهدفة في محيط دمشق بالتزامن مع القصف الصهيوني ومقتل عنصرين من ميليشيا حزب الله اللبناني وعنصر إيراني؟ يعني قبل أن نتكلم عن أهمية يعني ما قامت به إسرائيل من الضرب العسكري على منطقة عقبة وعلى محيط مطار دمشق الدولي، دعني أؤكد على نقطة، أن الحقيقة ما هو ملفت للانتباه اليوم هو سرعة التصريح الإسرائيلي وتبني هذه الضربة، دليل على أنها كانت ضربة يعني ل يعني منشآت مهمة ويعني ضربة يعني دقيقة. النقطة الثانية هي أن إيران للمرة الأولى أيضا يعني تصرح على لسان مسؤوليها بأنها يعني تنفي صحة مزاعم إسرائيل وتنفي أن إسرائيل قصفت أهداف لإيران. لذلك أنا أقول هذا ملفت، والملفت أكثر أن الحقيقة الضربات الإسرائيلية توسعت، ليس فقط في كانت تضرب فقط في جنوب سوريا، لكن اليوم أصبحت تقصف في العراق، أصبحت تقصف في لبنان، إلى يعني كل ما يعني الحقيقة ما يمت لإيران بصلة وحزب الله يعني هي أصبحت تحت المرمى الطائرات الإسرائيلية. هذا ما هو ملفت. أما ما هو مهم في هذه الضربة، يعني إيران نعلم أنها يعني هي يعني من الدول التي تصنع طائرات المسيرة يعني الدقيقة، دعيني أقول اليوم تحاول كانت إيران أن تطلق بعض الطائرات الحديثة جدا على باتجاه إسرائيل، لكن للتصوير وليس للقصف، لأن إيران أضعف من أن تقوم بقصف الداخل الإيراني. يعني تحاول إيران أن تروج بأنها تحاول أن تقصف في أهداف إسرائيلية انتقاما على القصف في الأراضي العراقية الحج الشيعي، لكن إيران أضعف من ذلك. ولكن أيضا ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل الجدية الكاملة في إنهاء الوجود الإيراني في سوريا. سنتحدث عن هذه النقاط، لكن قبل ذلك أجنحتها فقط. نعم سيد أديب، لضيق الوقت، ما دوافع تل أبيب كما تفضلت قبل قليل، تحدث عن سرعة الإعلان عن هذا القصف والاستهداف، ما دوافع تل أبيب للإعلان عن قصفها للميليشيات الإيرانية في سوريا والتحفظ عن الإعلان عن ذلك وتحمل مسؤولية القصف في مواقع الميليشيات التابعة لإيران في العراق؟ ما الفرق بين سوريا والعراق؟ يعني إسرائيل تحاول هي والولايات المتحدة الأمريكية قصف أجنحة إيران وليس إنهاء وجودها، إضافة إلى ذلك إضعاف الوجود الإيراني إن كان في سوريا وإن كان في العراق. يعني هناك مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأنه لولا الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سنوات كان هناك أكثر من 100,000 من الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، ولكانت يعني قوة يعني تكون قوة كبيرة يصعب يعني يعني تقليصها أو اجتثاثها من المنطقة، وبالتالي ضربات الإسرائيلية تقلص من التواجد الإيراني. لكن إسرائيل حتى الآن ليست جادة هي والولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء الوجود الإيراني على الإطلاق. يعني هذه الضربات فقط لتقليص الوجود الإيراني، لأن هناك أهداف مشتركة إسرائيلية إيرانية وهي لقتل الشعب السوري، ولكن ليس لأن يقول لها تواجد ذو تأثير على الأمن القومي الإسرائيلي. أمامنا في إيران وميليشياتها المتكرر لهذه الضربات الصهيونية سواء في العراق أو سوريا، إلى أي مدى تظن بأن طهران تتهرب من المواجهة، خاصة في ظل تزايد الضربات الصهيونية والتي أصبحت موسعة أكثر ودقيقة أكثر في الفترة الأخيرة؟ يعني نحن نعلم أن هذا الشعار الذي مارسه النظام السوري أنه يرد في الوقت والزمان، يعني الحقيقة إيران هي أيضا على نفس المنهاج، ترد في الزمان والمكان الذي يعني تقدره وتحدده هي، لكن في الحقيقة لا يمكن لإيران يعني أن تقوم بأي ضربة تجاه إسرائيل سوى أن يكون هناك يعني بعض الضربات الإعلامية، وممكن أن يكون هناك تمثيلية مفبركة لضرب هدف قريب من الجولان مثلا فقط لحاضنتها الشعبية ومن أهل.
يعني فقط أن تقول بأنها هي تقارع إسرائيل، ولكن في الحقيقة إيران دائما تهرب إلى الأمام ولا يمكنها أن تقوم باصطدام حقيقي ومعارك مع العدو الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان على المحور اللبناني وحزب الله، وإن كان على المحور السوري باتجاه الجولان. أشكرك الخبير العسكري أديب العليوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية.